السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج النمر محمد أيوب أبو محمد، وهذا الجزء هو الجزء العاشر من هذه المقابلة. تفضل حاج، كنا نحكي عن موضوع اللاجئين اللي كانوا لاجئين لعندك في القرية، لعندكم في القرية. اللاجئين كانوا جماعة منهم إذا في بيت فاضي في البلد يعني يسكنوا فيه، ما فيش كانوا تحت الزيتون، زيتون البلد. نعم. قاعدين دينا صيف اللي صار ما بدل شوية أغراض معه يكتال منه تعمل ما الله يسجعني. طيب حجي، طولوا عنكم اللاجئين؟ طولوا اللاجئين؟ طولوا. كم الفترة الزمنية؟ أحكي لك، من بعد ما راحت البرية رجعت اليهود، قلنا لك إن سهل بلدنا المرامير وكذا، شفت عليهم اليهود، اليهود كانوا مسيطرين عليها، وكانت المسلحين مساعدة القرى، أهل بلدنا مساعدة القرى اللي حولنا، وبعد ما صار الانسحاب منها، انسحاب منها وسلامة الشفاه وسلامة اليهود عاود، اليهود هاجموا معاهم المغرب. نعم. طلعوا على الخط الرئيسي اللي بيطلع على سخنين وعلى نعار وعلى القرى الشرقية بلدنا. احتلوا نعار، صفت نعار وين؟ مسيطرة على البلد. شايف؟ يعني صفة بدنا احنا حالنا عاد احنا من الجهة الغربية صرنا. يعني الغربية اللي صار من حدنا. يعني بالحجر بزتوا بنزل بشعر. صار نعار. نعم. أراضيها الجبل هذا مسيطر على البلد، أهل البلد هجت البلد مسلحين وغيره يعني. نعم. شايف؟ المسألة كانت لما صلاة الدنيا صلاة المغرب يعني. مع صلاة المغرب بشوية احتل النهار اليوم. نعم. انسحبت أهل البلد من البلد على الوديان شرقي البلد على قرعة سخنين على مدبرون على الدين والبيعني على نحن. شايف شو اللي قاعد في القرى والقرى واللي قاعد بين زتون البلاد هي اللي راحت عليها يعني. طيب يا حاجي، انتوا عملتوا حاجة استحكامات؟ هذا غربي بلد منطقة يعني ومنطقة اسمها اليسار. وشو الاستحكامات عملتوا انتوا؟ نحفر خنادق، شايف شو؟ حتى المسلحين ما يجوزوا فيها صار يجوم على البلد من الجهه الغربيه. مين حفرها هذا الحاج؟ نعم؟ مين اللي حفرها؟ اهل البلد، شباب البلد. طيب، يعني لما حفروها حفروها على اسس عسكريه ولا عشوائيه يا حاج؟ حسب معرفتهم. طيب بعيد عن البلد؟ البلد؟ حوالي كيلومتر بالغرب واكثر. كيلومتر أكثر. طيب، وكان في مناوبات يومية يا حجي؟ كثير مناوبات. مناوبات خلاص. طيب حضرتك كنت تطلع مناوبة ولا لا؟ نعم. لعبت مناوبة انت؟ لا، انا ما كنت فاضي المالك. نعم. انا ما فاضي كنت، بس في كان اخوي، كان اخوي روح مناوبة. نعم. اخوي خاتم البيت كان روح. طب كان في تفتيش ليلي على المناوبات حجي؟ في دوريات. بتتوقع كان في كلمة سر حجي؟ نعم. كان في كلمة سر في الليل؟ كلمة السر؟ في. في. طيب، الخندق حجي فقط من الجهة الغربية أنشأتوه ولا؟ هذا مبدئيا كان من الجهة الغربية. طيب. لأنه المعارك كانت عالية. عالية. نعم. وفي حراسة كمان سنة عندنا تنزل على يعني هم خط دفاع أولي. خط دفاع كان حراس من النهار ومن سخنين. نعم. شايف شو؟ بس الأغلبية كانوا من النهار يحرسوا يعني الطريق الشلتة اللي يطلع على 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 سخنين وبيصفي معار على على شمال الطريق. ظهر الليل. بقوا هن اللي هن اللي سكروا الطرق بالأحجار كذا. اليهود جاءوا جابوا جرافي قامت الاحجار
مع المصفحات وطلعت واحتلوا النهار. يعني فيش قوة دفاعية مضبوطة. طيب عمي عملتوا خنادق من الجهات الأخرى بعد هيك؟ بس الجهة الغربية. طيب كم عمقه كان الخندق يا حاج؟ يعني هو أنا مش شفتوش على كل حاجة، كان الخندق اللي يقعد الزلمة ما بينش فيه، بل يعمل استحكام له حتى يوقف في الرصاص. حاج هذا الخندق كان مستمر ولا كان فردي؟ بالضبط الخط فتحوه مش أنا ما كنتش موجود. كانوا عاملين خنادق بآخر زيتون الغرباء بأرض الساحل. استخدموا كاس الرمل حجي ولا لا؟ اكياس يمكن يحطوا ثلاثة تراب قدامهم، احجار وتراب وتراب وتراب، عملوا طلبة شايفوا كان يعني اشياء عن قريب. طب حجي سمعتوا في المجازر، المجازر الصهيونية يا حجي؟ اسمها بمجزرة ديريسي. شو اللي سمعتوا عن هذه المجزرة يا حجي؟ نعم؟ شو اللي سمعتوا عن هذه المجزرة؟ إنه أجوا على هذه البلد وقتلوا أكثر من 50-60 إنسان. نعم. وهي المجازر هي اللي أغلب الناس وعندها المجازر. نعم. بعد ما احتلوا على النار احنا بلدنا طلعت بلدنا النار. طيب حجي خليني بس عن مجزرة دير ياسين، في مجازر اخرى سمعت فيها حجي وانت في البلد؟ احنا ما سمعناش عن مجزرة دير ياسين. طيب مبدئيا طيب سمعتوا فيها عن طريق الراديو حجي ولا عن طريق الناس؟ افواه الناس في راديو خفيف كان في الراديو يعني في البلد كلها. انا بدي اسالك عن المجزره نفسها، هل سمعتوها في الراديو ولا سمعتوها من افواه الناس؟ الراديو ولسان الناس. طيب حجي بتعتقد انه كان في مبالغه في الحديث عن مجزره دير ياسين؟ لا ما في، ما تهوش على يعني اليهود مش صعب علينا يعملوا هاي الشغله يعني. طيب حجي بتعتقد انه مجزره دير ياسين كان لها دور؟ كيف كان؟ مجزره دير ياسين المجزرة كان لها دور في قراركم بالخروج من القرية يا حجي؟ احنا بالنسبة لنا نعم. لا هي المجزرة ما كانش اسباب خروجنا من القرية. نعم. احنا انحشرنا صفينا ايش؟ يعني الوجه الغربي مش مأمن والوجه الجنوبي جبل لقينا صار ايش؟ نسيطر على البلد. يعني حجي بالرغم من انكم سمعتوا عن دير ياسين ما سمعتوا ما كان قرار. ما فرقنا. طيب حجي سمعت عن استشهاد القائد الكبير عبد القادر الحسيني؟ اه سمعنا. كيف كان تأثيره المعنوي على الناس يا حجي؟ والله بالنسبة لأهل بلدنا التأثير كان يعني موقف بلدنا كان موقف صلب. نعم. معناته احنا فاهمين انه بدنا نموت. إذا ما نلقاو بعده بده يقتلنا بنقتل منه. هاي يعني محسوبة. راح قائد راح اثنين ما في فرق. الصمود موجود. في قرار. في قرار. عظيم حجي. لكن يا للأسف صمود القرى اللي حوالينا ضعيف. فيش قدرة تقضية عندنا. البداية قلنا لك إنه السلاح مش مأمن مظبوط، سلاح دفاعي حتى ما مش فعال يعني مش مصفعة بهالبرود مش تقتل تقاوم مصفحات بخروجش رصاص فيها. وإذا كان قوت الخرطوشات الفشكات الفشك ما تلاقيش البديل مترحل. بعدين مقاومة جيش الإنقاذ شايف؟ مش مقاومة يعني كانت صمودية كما يجب لتحرير البلد. نرجع على بلدنا. بدي اسالك عن بلدك يا حاج، سؤال واحد بس. نرجع على بلدنا، طول بلدنا. نعم. ليه انسحبنا من بلدنا؟ وهي الجهة، احنا كنا قاعدين في الوديان، واد بلدنا، بقول لك عن وادي الحدث.
نعم. المسلحين بعد ان سحبوا 4-5 ايام البلد اتخذوا قرار يهاجموا البلد. شباب؟ القيادي وغير القيادي اتخذوا قرار يهاجموا البلد. احنا بلدنا اقبلها من شمال جبل عالي. المسلحين في زيتون شمالي البلد سهل ومكتوب زيتون. المسلحين اتخذوا قرار البلد تسللوا بالليل توصلوا ايش؟ الزيتون. وصلوا؟ اتوارثوا الزيتون. في بيت جبل السكان جنب البلد بيت واحد عوض قاصر بيت صغير يعني أوضة صفية هيك ملاجئ واقفة. وفي بيت واحد اسمه توفيق الخليل منطقة اسمها الديشي. هاي اقبال البلد من شرقها من شمال. المسلحين اخذوا استحكامات بجبل الزكاه ورشاش ببيت توفيق الخليل هذا في كارم انا بالديسي وبيت دعوه الناصر اوضه يعني صيفيه هاي واي يعني بدون ابواب حطوا رشاش فيها. والمسلحين بين زرون بلش اطلاق النار على الاقارب. جواب اليهود برضو دافع عن حاجة بس المسلحين خبرين في البلد ومناطق البلد من ابن البلد بعد من يدخل اليهود طبعا قشط اجل مع البلد لما شاف المسلحين هاجموا انسحبوا انسحبوا البلد طلعوا على الحرب بس عنده استحكام بالترتيب هذا هو بلدها استحكامات ودشموها وحطوا فيها رشاشات ومدفعيتها من صغير ريال 60 هذا الاصغار ما تصل بالله للجبل فوق البلد البلد دخلها المسلحين في كان عسكري من ابوي وامي وعمي اخو ابوي شايف وعم ابراهيم فارس كل وفي عسكري مثل في البلد مصطفى فاعور والحاج حسين فاعور ظلوا في بيوت الاصغر واحتلت اليهود وهن في البيوت دخل المسلحين البلد وسيطروا على البلد راحت المساله طولت صار اليهود يقصوا البلد يروح هذا الجبل التركيب في تحت بيت لواحد اسمه ابراهيم الحاج حاج سعد نعم بيت هذا تحت هذا الجبل برضه هو بسرعة الجبل من تحت الاستحكامات شقية قاموا قرروا اهل البلد المسلحين بدنا نهاجم هذا الجبل هاجموه بدك تقول بها الوقت هذا أو الظهر أو قبل الظهر أنا كنت مع الأرض المدى استاهل عشت شوف عيني أنا كنت بالجهة الشرقية ومسلحين الجهة الغربية بصفحة في خلية طلعوا جيت في الخلية من الغربة مثل الخلي من شرقه يدوروا عن 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 اليهود يعني شو حتى صرنا بعاد عن اليهود اذا على ضرب رصاص يعني 150 متر على ضرب النار على المشي عليه ابو 200 او 250 متر 3 مترين كسر صرنا قراب على اليهود بس متوالين احنا بالسلاسل وكذا وجلال يعني رباعين رباعين وكذا بتعرف
أنا كنت مع مجموعة، في واحد اختيار معه برودي في هذيك الأيام كان عنده حوالي 50 سنة يعني عمره. قاموا الجماعة أنا أعطيها البرودي لها الفرخة اللي يطول فيها. أنا مالها البرودي مقتنع مالها مقتنع. ما كانش يقبل صاحب البرودي يعطيني إياها. قاموا طلعوا اثنين، واحد حط رشاش اف ام وهذا الجامع مسافة برد بالبيت تبع ابراهيم حجي استحكام ولا يقبل الاستحكام، وصار يطلق النار على الاستحكام، الاستحكام يزيد قنابل يدوية ويطلق رشاش معه سريع طلقات قوة، لكن ما يظهر البيت تصبح رصاصة تحت البلد، لأنه هو تلي والعالم طالع هيك عليه. فالنتيجة في مسلحين ثلاثة شايف بعينها يعني. يسلحوا باقات الجبل تحت الاستحكام، لو وصلوا الاستحكام شايف هيا، حتى يقال بهم إن واحد مسك بوز الرشاش بإيده تبع اليهود، واليهود بلش يستقلب يدوي ورش رصاص، فلت واحد أطلق النار عليه بقلب الاستحكام وقتل، طلع مسؤول يهودي قائد قوي، سحبناه أنا كنت أزور فيه من جمال. تعرف من هو هذا الشخص حج اللي قتل اليهودي؟ ها؟ الشخص اللي والله بالضبط ناسي بس شوف عيني يعني. نعم. عين شايف أنا يعني. نعم. ظل يسلم طرف الاستحكام يعني. قتل هذا الله هجموا على باقي الاستحكامات، يقال انه في 13 يهودي مقتولين. وانا ما ماشي بدون اسلام. وصلنا غربي معرض يعني بدنا شيء 300 متر ندخل على البلد. وصلنا كرم عنب غربي معار طوّت بحجار سناسي كانوا الناس حجار دبش، فتحنا ثغرة وزحفنا وفتنا على الكرم، في قسم صار يتوارب بها سناسي الآن ويطلق النار على اليهود، في بلاطة هيك هيك مسطحة هيك، أنا لاطي أنا واحد اسمه نمر الخليل، واحد أجا نجدي بجيش إنقاذ معانا بيطلع 10 و15 مسلح، واحد من عرشاش شو جنسيته بعرفش، سوري عراقي ما بعرف منه، هذا والله داير بالي انا نايخ عليك النص وحط هالرشاش ويطلق على اليهود ما خايف من رصاصه، والله شو بعيني، واحد اسمه نمر خليل جنبي بلدنا معه برود رصاص، احنا نعطيه هالبلاطه رصاص جافر عنا يعني مثل هالفرقه، شايف الرصاص جافر بالارض وراء. قام استشهد واحد في بلد اسمه سعيد احمد سعيد، كان بلفوب سعيد كفاية. نعم. لا بالاول استشهد واحد اسمه احمد الشيخ عبد الله، أحمد الشيخ عبد الله من بيت الحرام هذا، شايف شو؟ بكون إخوان لسعيد الكفاية، إنه راح سعيد الكفاية، سعيد أحمد سعيد، بشوف الزلمة استشهد محمد الشيخ أحمد، استهدفوا اليهود، الثاني استشهد بجنبه، شايف؟ نعم. نمر الخليل كان بجنبي قاعد مع برودته، راح يشوف الشهداء وهو رايح الشهداء ضربوا طلقة اجت من ايده بقدم مرة. انا لما شفت المسألة يعني انا كنت اجت رصاصة انا مع ساحة دافعة ولا شفت ما شفت اجيت زحفت عبرنا وخطعت السنس لهي طوقة بالكرم العلب وظلت زاحف على بطني حتى قفيت بطل الرصاص يذكرني و
وجدت على البلد. نزل الشهداء عم يجهن بالطريق. أجد قذيفة هاو بخلو قبر. اليوم ما خلو. دفن الشهيد بعرف سعيد ولا محمد شعر. اللي فن لقبر. مش مذكر طيب. كنت فاهم. ليش الشهيد. طلعت القذيفة حجي ولا ضربت القذيفة؟ ضربت القذيفة القبر. إذا القبر ما خلو. نعم. غزة التراب لا تفر عليها خاطر يشيد غزة التراب ودفن الشهيد عليها هنا المسلحين خزت الذخيرة الأوروبية بس صاروا الربح المعركي صاروا يصلوا معاه قطع معاه راحوا يجيبوا ذخيرة من فوق ويجبروا طريق وارد كان واحد راح حمل عباء على حمار وشاه صندوقين ذخيره وهو جابه قال سنتين منها ما قدرش يحمله تركهم واجى عنده خبر مشان يروح يحمل المسلحين اللي كانوا نجدي معانا من القرى من البعني والدير ونحب وكذا وهني بس مسحبين بالليل مسحبين بالنهار بعرف أجوا على الذخيرة أخذوها معهم لقوة الطريق روحت أنا أدور على الذخيرة أنا من جماعة القرى أدور على الذخيرة نطلع من الطريق وأنت فيش لأن هو صح رجعت أنا يعني في ذخيرة في الحكم الذخيرة غابت الشمس صارت عدم تقريبا قال مين بده يروح يعطي خبر للمسلحين لأبو العبد مصطفى الطيار إنه فيش ذخيرة دب الرصد قلت له أنا هنا ليه طلعت بهالليل فرح بعد أنا طلعت بهالليل لقيت المجموعة اللي أجت من جيش الإنقاذ معنا لاطين نايمين واحد من اثنين ثلاثة قلت له وين مسلحين قال لي جنب أنا خفت بهالليل وأنا ماشي يعني أقطع المسافة فيها المسلحين أدم على اليهود نهار الصور قال لي على السكن رد علي أبو العبيد مصطفى الطيار عرف إن أنا الجماعة خبت عن ليلة قال أنا من أبناء أخي الأخير الأخير وأكثر واحد مع مشطين خرطوش قام انسحب المسلح بصل النهار قوات جيش الانقاذ بسخنين غربيين معاه فتحوا معركة مشرفة احتلنا معاه وكابول جيش الانقاذ عم ينمع طاقوة ما انطلقش ما انطلقش شيء معركة حامية بين وبين اليهود ما انطلقش طلقة مشرفة من جهة سخنين أبدا يعني راح شهد اثنين وجرحى المعركين استفدنا احتلينا ولكن رجعت اليهود استعملت استحكامات ثاني غرب وظل الصراع سقط البيت كليا ظليتكم موجودين في القرية؟ نعم ظليتكم موجودين في القرية؟ انسحب طولتوا انت في القرية حاجي؟ نعم طولتوا انت في القرية؟ من بعدها نعم في ابو شهر شهر ونص بس بعد انتوا في القرية؟ احنا في القرية فقط الرجال حاجي ولا رجعوا الاهالي كمان؟ في اهالي هالكثيرية يعني العجز يعني نعم امي وابوي و... نعم وعمامي عم ابراهيم وعم ابراهيم فارس ونساء بس الشباب كمان مش على إلى المسلحين ومثل خوج في نهاية الخوض المسلحين شنو؟ طب بهذا الأثناء العائلات وين كانوا حج؟ نعم العائلات بكثرة لا بس العجز يعني وهذا نسوي قلة يعني قلة طب العائلات وين كانوا يا حج؟ نعم العائلات كانوا في مش دفون بزتون مش دفون بوادي البلد شرقي البلد شايف طيب حجي انتو هجوم عسكري مسلح ما صار عليكم هجوم عسكري يعني قصف عسكري من اليهود ما صارش عليهم ما صارش ما صارش
طيب حجي، انتوا لما طلعتوا من القريه لما طلعنا كليا يعني؟ لا في البدايه، في البدايه لما طلعتوا من القريه شو كان السبب؟ فقط انه في هجوم على القرى المجاوره وانه كلها من القريه سيطرت اليهود على ما اعرفه، صارت اليهود مسيطره على البلد. بطلنا خايفين احنا من الجهه الغربيه، صرنا عاملين حسابنا اليهود صادقين وغربينا يعني. المساله تلب فيها تلبيك صار شوي، فهنا سحبوا المسلح وين المسلح البلد طلع. ثم قرروا رجوع البلد وحكيت لك كيف ترجعوا. يعني انتم سكنتوا عمي مش ما سكنتوا بعيد عن القريه، كنتوا في محيط القريه. اه محيط القريه ابعاد ابو نص كيلومتر كيلومتر بس. نعم. طيب حجي السبب في خروجكم ايضا من محيط القريه، صار في هجوم اخر عليكم لما انتم كنتوا في القريه، ولا وصلتوا لمرحله انه ما في داعي لكم في القريه يا حجي؟ ما هو فيش داعي لنا في القريه، لانه الناس بدها تشرب يعني ما فيش مجال. طيب لما انتم طلعتوه من القريه صار القريه مستهدفه برصاص، ظلوا يهاجموك وحاجوا انتم في القريه؟ ما يهاجمونا، صاروا مسيطرين على الدكتور اللي بحوث يعني اللي يروح عن عيني ملي بالنهار خلص راح هذا مات اقبالي. نعم. طيب انتم لما رجعتوا يمشي على البيادر البلد، الكاسوس جاي ماشي على البيادر يحوسوه. حجي لما رجعتوا انتم حررتوا القريه، القوة العسكرية الصهيونية كثار ولا شوية؟ قوة كبيرة كانت ولا قوة بسيطة؟ ما بقدرش احسب لك اياها. القوة اللي استخدمت في البلد كثير قليلة ما بعرفش. نعم. ما بقدرش احكي لك، انا كنت انا ما اعرفش وقتها كنت انا مش معاها. طيب حجي كنت حضرت معي في المعركة الأخيرة، كنت اخوي صالح الخشيات وانا جيت على البلد مش عارف ابوي وامي في البلد. وحلقة المعركة وانا موجود. انجبرت امشي مع المسلحين هيك بلا سلاح حتى. حتى في واحد من جماعتنا لقى برودي. لقى برودي. جاب من قراري. في لقى برد لقى مدفع قاوي صغير هذا ايام 60 صغير. نعم. ما حدا بيعرف يستعمله. ومعه صنديق ذخيرة له كمان. ورشيشات في كرب في منطقة اسمها راس الزيتون. راس الزيتون كانوا عاملين اليهود استحكام عليه وهاجموا المسلحين، هذا بقطع طريق عسرمين قطعوا الطريق هناك. اليهود خرجوا تنزل على قرية مكبول. نعم. عقبال هذا راس الزيتون من الجهة الجنوبية للغرب. انسحبوا هربوا اليهود، شايف شو قطع الطريق عليهم، صاروا يهربوا اليهود. بس احنا العجز كان جيش الانقلاب ما تنفسش ولا عمل شغله. طب تتذكر عمي تاريخ خروجكم الاول من القريه؟ نعم. اول خروجكم من القريه تتذكر شو تاريخه؟ والله انا بهذيك الايام باي شهر يعني مثلا؟ يعني بدك تقول احنا تقريبا طلعنا من بلدنا اللي من سقف البلاد لا بآب لا بأيلول. بأيلول؟ لا آب لا أيلول. لأنه تركنا زيتون صار يدبر. نعم. طيب حجي انتو لما غادرتوا تتذكر هذاك اليوم بالضبط يا حجي لما غادرت؟ المغادرة الأولى ما بقدرش أتذكر. تتذكر شو كنت لابس في هذاك اليوم؟ نعم. تتذكر شو كنت لابس؟ شنو عربي لباس عربي. طيب الخروج كان خروج جماعي حجي ولا؟ الخروج أنا خرجت مع الطشير، قلت لك أنا مع الطشير. عظيم، أنا بقصد عن القرية. الخروج كان جماعة طبعا كل الناس جماعة. طيب بنفس اليوم كل الناس خرجت ولا على أيام يا حجي؟ هو بالليل هجيج كان بالليل بأول الليل. طيب يعني بالليل. كان لا في صلاة عشاء لا بعد. نعم. الكبار في السنة عم بيقضوا في القرية؟ الكبار أغلب اللي ظلوا. طيب
الكبار العدد يعني كبار مثل 70 وفوق 90. نعم. هذول منهم نسوان. طيب حجي أخذتوا أغراضكم معكم وأخذتوا؟ طبعا أغراض يعني عن قريب. طيب كان في إرباك كاين؟ شوية كان في إرباك، كان في خوف حجي؟ طبعا في خوف. واحد بخمس. طيب. الإنسان كله بخمس. حجي ساعدتوا بعض وانتوا قاعدين تشيلوا لك كل واحد يدوب كل واحد يدبر راسه بحاله. ها في وقتها ما فيش حدا ساعدك، كل واحد ملفوف ما فيش بحاله. طيب يا حجي كان عندكم اعتقاد انه الهجره لمده قصيره ولا خلاص؟ ولا كنا مفكرين بالهجره ولا جاي في بالنا. ابدا. ابدا. طيب منين اجاكم هذا الاعتقاد يا حجي؟ كيف وصلت لهذا الاعتقاد؟ على ايش معتمد يعني قصدي؟ احنا لما انه سقطت بلدنا بالمره يعني هناك حسينا في الهجره. قبل هيك لا؟ لا. طيب حجي حلالكم وحيواناتكم شلتوها معكم؟ بيوتكم سكرتوها وراكم؟ بالنسبه لبيتنا ابوي كان يضل في البيت. نعم. واختياري صار مثل حكايه الرسم في البيت. ممتاز. اللي مثلا ما فيش ضل حدا لما سقطت السحب جيش الانقاذ من الجبروم اعطى بلاغ لاهل بلدنا انه يا اهل شعب الخط الشرقي اتجاه صفد قبرية سقط بايد اليهود صرنا احنا محاصرين هون ما سحبوا بقتال وانكسروا يعني ما فتحوا معركه سحبوا بدون قتال جيش الانقاذ من الجبروم بس كثير خيرهم اعطوا خبر لمسلحين البلد هاي اللي يقضوا عليها بس اما قاتلوا معنا فصيل اجا غصب عن القياده فصيل عن الجندي وكان ظلوا في البلد وهم يشربونها مع شباب البلد فصيل هذا الجيش اللي كان تعرف ثلاث مين هذا الفصيل كان يا حاج؟ في معه مسؤول رقيب مع العريف شرطين كان مع الفصيل الجندي اغلب السوريين نعم. ويقال انه اللي كان المسؤول الاول هناك ضابط عراقي من جماعه تفيد على الكيلاني اللي كان ضد الانجليز ما عرف شو وهرب على سوريا كان هو مسؤول هذا الموقع القيادي الجيش الانقاذ من الجيش نعم. مين عرفت انا؟ لما طلعنا وهاجرنا انا سمين تحت الاحلال الاحتلال هناك ثلاث ايام اربع ايام والهول محتل الجريد انه في جماعه من بلدنا اولاد اثنين اصغر مني بالعمر انا اوعى من سنتين ثلاثه تقريبا واحد من بيت الشيخ محمد وواحد من دار الخطيب ابوه من بيت الخطيب بس محمد طه الخطيب لقوهم بزيتون ودفوهم اليهود وقالوا قالوا لي منين انتم؟ قالوا نحن من شعب فرشوا فراح مين هم يا حجي بالله مره ثانيه؟ واحد من بيت الخطيب وواحد من الشيخ محمد بس ما بتتذكر اسمائهم لا انا ناس اساميهم اولاد صار لنا 62 سنه طالعين يعني بس بعرفهم انا حاطين معرفه بس ناس اساميهم نسيت راح ما افتكر اساميهم واحد منهم حتى عينه كريمه الله يرحمه الله يرحمه له يقال انه مرت الضابط اللي انقتل في معركه نعار يقال الضابط هذا اليهود ظل وراه استلموه اخذوه ميت راح مصطفى الطيار كان مسلح معه سلموه اياه في منطقه اسمها الغبار الجلبي التقوا مع اليهود قال راكبين هدنه على هاي هن اليهود استلموه وضربوه تحيه وقالوا عنه اليهود هذا هو ميت واخذوه
مقابل شو سلموه يا حجي؟ ها؟ مقابل شو سلموه؟ ما فيش شيء، هي طلبوا لي هو بدنا اياه اعطوني اياه. ما فيش شيء يعني. نعم. لا اسير عندي ولا حدا. طيب حجي بس بدي ارجع اسالك، حلالك وحيوانات طلعتوها معك يا حجي؟ ايه. طيب اثاث او ما اثاث طلعتوا شيء يا حجي؟ البسيط. مواد تبنية يا حجي؟ يعني مؤقت إلى من صار حل حالتها أنه صار الواحد كيف يسحب من المواد ويجيب ويستعمل ويصار. طيب حجي أي أكثر هي المادة اللي هي حساسة الخبز هذا كثير برغلات عدسات هي شو هلا بصلات حكينا شكل زيتا هي المادة الأولى يعني. نعم. والدنيا أيام صيفية كان في خضرة بعد أيام والخضرة راحت كان حار الجو يا حجي؟ نعم. الجو حار؟ صيف عندي صيف. طيب حجي النقل والتنقل خلال عملية اللجوء مشي على الأقدام؟ مشي على الأقدام على الدوام أمير على الخيل على الغابة. طيب حجي احنا كنا بالواد بلدنا اكثر من 30 عيلة كان قاعدة بالواد ارض سهلة شوي هيك ورا الواد وجبال وربعين سهلة يعني قصدها اشي نصب خص ودوارة بفايدة وشي. طيب حجي يعني خلال المرة قبل المرة قبل ما ترجعوا للقرية كنت ترجع تأخذ بضاعة تأخذ أشياء تسلل للقرية؟ ما كناش في البلد إلا بالليل بعد غياب الشمس. طيب بعد المرة الثانية حج بعد ما حررتوا القرية ورديتوا طلعتوا منها. برضو ظليتوا ترجعوا للقرية حجي ولا لا؟ نرجع بالليل بالليل نروح نجيب أغراض من أيام البلد. حد استشهد أثناء تسلل يا حجي؟ في بنت قربتنا حرمي. شو اسمها يا حجي؟ اسمها فاطمة سعيد أيوب. فاطمة سعيد أيوب كانت رجعت تجيب أشياء وقتلوها اليهود. هاي من نهار أبصر في منطقة كده في منطقة التركيبة اللي فتحها هنا قبل التركيب يمكن كان في منطقة تسمى دب الدار هدو هي ناجحة يعني عن دار المحاكة كشفوها خلاص وليه قتلها أبوها ابن عمي. وغيرها حد في حدا تم لا كثير راح دائما ناس صار 62 سنه. نعم. طيب حجي لما انتم طلعتوا المره الثانيه بناء على نصيحه الجيش الانقاذ طلعوا كل الناس ولا ظل في ناس يا حجي؟ اول طلعه ظل مالك العجز اللي حكيت لك. نعم. من جمله ابوي وعمي شايف شو وعم ابراهيم بارد عم ابراهيم لايلو. نعم. هذول دار حمزه جيرانها اظن ما ظلش اظن ما بعد ذكر من حدا بعدني شغله يعني دار شغله ما شافوا يعني انا عجز بس هالفتيان اول طلعوا حتى محمد ابراهيم الحسين كان هذا من جيل ابوه انسحب طلع من البلد. نعم. حتى يقال عنه بعثوا لي اولاد انه بكي لما طلع من بيته قال خاف في هالدار. له من جوزي في البيعه طلع وقعد في البيعه وتوفى في البيعه. طب حجي وانت مغادر برضه كيف كان شعورك؟ كيف وانت مغادر خريطتك وشايفها خراب وراك شو بدك تطلع كيف كان شعورك يا حجي؟ هذيك الايام انا بطيت فرش ما تجيش في بالي هالوعد كامل فيش عندي بعد. نعم. طيب حجي شو صار مصير هذول الختيارية؟ الختيارية ما قلت لك انا حكيت لك احكي لي مره يوم شتاء برد قارس أبوي وأمي وعمي وعم إبراهيم فارس بعرف شو الشيخ محمود كان معي ولا لا و شو اسمه حسين فعور ومصطفى فعور
هذول لا يبالي إلي واعيين يعني هذا جيد. يقال إنه 12 فئان وفئان ماتوا في البلد. في نفس القرية ولا وين يا حاج؟ نفس القرية. في شعب. طلعوهم من القرية. وين طلعوهم يا حاج؟ طلعوهم بتنبيل شحن مكشوف. كنا شد عليه برد. يوم قال شتاء قوي. يوم قال شتاء في نفس القرية طلعوهم يا حاج فرار؟ طلعوهم بالنهار بشاحنة مكشوفة لا شادي ولا شيء. نعم. أخذوهم على منطقة اسمها بلد اسمها زبوبة على حدود مرج بن عامر. زبوبة. زبوبة. هناك الطريقة تطلع الجنين. الشل. من حيفة على الجنين. نعم. وربوا هناك عند اليوم الشمس. وماتوا من البرد يا حاج؟ ماتوا من البرد. طب جبت الأبي وعمي والحاج سيف عوض وسيف عوض. أمي ضيفي أبوي جسمه طول. نعم. ما قدرت تحمل. شافت حبل من معه. عمي إبراهيم فارس مرضه الهمي وهو خفيف. أشوف حمد عضارة وقطعت على البلد هاي اسمها جوبة. نعم. وراحت على جنين. توفى من جنين. على البلد. مرة رجعت ماشية على وأمي على على ميد جروب. اللي ماتوا نتيجة البرد حاجة 12 شخص تقريبا. ايه 12. أنا اللي صاحي إجيني 12 أربعة. طيب أبوك وين تم دفن يا حاج ولا ما بتعرف؟ ما بعرف شيء. هو دفن بزبوبة وظل بالأرض شو صار ما بعرف. ماشي شيء يعني. طيب لما طلعت حجي أنت طلعت براسك؟ آه براسي أنا طلعت. إمتى تزوجت يا حاج؟ أنا تزوجت من أول جيزة اللي طرار. لا من الجيزة الثانية اللي خلفت منها يا حاج. اللي خلفت 66 بالستين جون بشهر 9 جاء محمد. شهر 9 كم ولد عندك يا حجي؟ نعم كم ولد عندك؟ أنا عندي حاليا 3 أولاد و7 بنات ما شاء الله عكس أبوي يا حجي أبوي عنده 7 شباب و3 بنات سبحان الله 7 بنات الله طال بناتك الله يعطيك الصحة كلهم يتزوجوا والشباب كلهم يتزوجوا يا حجي؟ بعد أسامة إن شاء الله 37 سنة إن شاء الله ربنا يوفقه يا حجي طيب الأول شو اسمه يا حجي؟ محمد شو درس محمد؟ محمد عنده أولاد اثنين ابن شب وولد صغير اسمه عمر والبنات وهذه اسمها سارة وهذه سمر يعني عنده 4 يا حجي اثنين باثنين؟ 4 باثنين باثنين ووقف شو درس هو يا حجي؟ مين؟ محمد وصل السيجور طيب والآن هو وين يا حجي؟ السويد ويشتغل الحمد لله. لا بشتغل. والثاني يا حجي. والثاني بسويت معه لكن هو بعرف شو اسمه؟ أسامة. هم عندك أولاد اثنين أنت ولا ثلاثة؟ وياسر عندي هو. ياسر متزوج؟ اه متزوج عنده أولاد. شو عنده أولاد حجي؟ ولد وثلاث بنات. ما شاء الله. أربعة. لا ثلاثة. وبيشتغل شيء يا حجي؟ حداد عظيم. البنات حجي شو أسماء أهم؟ الكبيرة سمينة بعدين يفيش بعدين سوسن بعد سوسن سمر بعد سمر اللهم صل على محمد زادة بعد زادة يسرى بعد يسرى ميساء الزيد كلهم متزوجين يا حاج كلهم متزوجين أصغر واحد عندي ولدين طيب أحفادك من البنات تقريبا كم يا حاجي؟ في سميرة عندها أولاد اثنين وبها سنتين بيجينا ميساء قلنا عندها ولد اثنين الله خليها سميرة 4 بنات سنتين وولد اثنين نفيسة بنات سنتين وولد بتيجي اللهم صل على محمد يسرى عندها 4 بنات وولد اثنين أولاد اثنين عمر محمد اللهم صل على محمد
العباس. نعم. ما شاء الله. ولاد اثنين عباس. وعندها أربع بنات. الحمد لله. يوسف. شو اسمها؟ زادة عندها أولاد اثنين وبنات سنتين في ألمانيا. وسوسة عندها كأنه خمس بنات وولد في ألمانيا. نعم. واحد من زوجي واحد من حيفا فلسطيني والثاني من دير الأشي. أي حفيداتك يا حاج؟ نعم. حفيداتك؟ نعم. اثنين بألمانيا، بنا سنتين بألمانيا. الحمد لله. واحد ببرلين واحد بغرب ألمانيا، بعرف شو البلد الفرق فيها. طيب حجي بعد إذنك بدنا ناخذ استراحة ونتابع حديث إن شاء الله.